السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب حبيبي، دي رسالة الملائكة لكم النهاردة. الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت. رسالة النهاردة عنوانها هي ليه الروح دي معاك دلوقتي وليه متصلة بيك في الوقت الحالي؟ لو انت في روح متصلة بيك بأي شكل من الأشكال، في منامك بيجيلك أموات كتير، في حياتك بتتصل روحيا بشخص ما، في حياتك بيجيلك اتصال روحي بأشخاص حيين أو ميتين، اتصال روحي من العالم الآخر، اتصال روحي من الحياة السابقة. هي عنوان الرسالة بتدلك الروح دي ليه متصلة بيك في هذا الوقت، ليه أتت هذه الروح من العالم الآخر وحبت إنها تتصل بيك. هل هي ليها رسالة عايزاك تكملها، أو عايزة تكمل مسيرة أو علاقة فقدتها في الحياة السابقة؟ في الرسالة هنا الروح أو الشخص المتوفي أو الشخص اللي على قيد الحياة حاليا، أو روح الشخص اللي أنت متصل بيه حيا أو ميتا، متصلة بيك من عالم سابق. يعني الروح المتصلة بيك في الوقت الحالي لو كانت شخص حي، فاعلم أن روحه هو من الحياة السابقة وأتت لك أنت علشان تبلغك رسالة هامة. وزي ما قلت لكم قبل كده، شئتم أم أبيتم الحياة السابقة موجودة، والأرواح تنتقل عبر العصور بأمر من الرحمن لتكملة رسالة هامة طرقها الإنسان في حياته السابقة. وإذا كانت الروح دي معذبة في الحياة السابقة، فهي تأتي إلى الحياة هذه الحياة لتعدل ما سبق، يعني عشان تمشي صح في هذه الحياة، عشان تكمل شيء خطأ عملته في الحياة السابقة، علشان تخليك تكمل مهمة معينة كانت هي فقدها. الرسالة الهامة اللي جات لك الروح دي علشان توصلها لك، ليه الروح دي أتت؟ أتت عشان تشيل منك العاطفة الزائدة، أتت علشان تديك رعاية وتحسسك بالرعاية اللي أنت مش حاسسها في هذه الحياة، أتت علشان تخليك ما تبقاش حساس زيادة عن اللزوم وتبعد الحساسية الزايدة عن حياتك. كمان روح الشخص ده أتت من العالم الآخر علشان تعلمك درس روحي، تعلمك كيف يكون الحب وترابط العلاقات، تعلمك إنك تقدر برضو تتخلى وتقدر تتشافى. رسالة الروح دي ليك هي رسالة عامة، رسالة قوية، وكأنها عايزة تعلمك معنى الارتباط الحقيقي أو الحب الحقيقي، وبرضو عايزة تعلمك معنى إنك تقدر تعيش لوحدك وتقدر تتخلى، لأن الرسالة دي عامة والرسالة دي مش لشخص واحد، ففي كده وفي كده. وكأن هنا للبعض منكم الروح دي أتت علشان تعرفك إنك تقدر تعيش لوحدك مش بالآخرين، تقدر إنك تعيش برا الظلام مش داخله، تقدر تعيش في النور مش داخل الظلام. كمان هنا الرسالة برضو بتعرفك إنها جت لك علشان تعلمك معنى القوة، معنى إنك تقدر تعمل كل شيء من غير مساعدة أو مساندة حد. أتت هذه الروح علشان تعلمك الفرق بين الحماية والمساعدة، وكأنها جت لك كحماية ربانية من ربنا، كمساعدة إلهية لك، بس بتعرفك معنى الإنسان اللي بيساعدك ومعنى الإنسان اللي بيحميك ويفديك بعمره علشان يفضل معاك. برضو عايزة تعرفك معنى علاقة الزواج عن حب، ومعنى علاقة الزواج عن مصلحة أو عن أطفال وخلاص، اللي هو زواج مثلا عادي كده وخلاص. وكأن هنا الروح عايزة تفهمك معنى للحياة، عايزة تزود إدراكك، عايزة تزود وعيك، بتديك كده اقتراحات وعروض قدامك علشان تقدر تميز وتقارن وتشوف الفرق، وتخلي روحك
ترتقي. جت الروح دي من العالم الآخر لأنها بتحبك. دي برضو للبعض، الروح دي أتت من العالم الآخر علشان فقدتك في هذا العالم، فقدتك في العالم الآخر في الحياة السابقة، والفقدان كان مروع بالنسبة لهذه الروح، كان فقدانه لك أنت فقدان مروع، يعني تعب في حياته قاسى. ويمكن كمان للبعض منكم الروح دي فقدت نفسها من أجلك، يعني ضحى بحياته من أجلك أنت في الحياة السابقة. دي للبعض أنت اللي جرالك حاجة في الحياة السابقة والروح دي زعلت عليك لدرجة الموت، وللبعض منكم هذا الشخص فقد حياته بسببك أنت وضحى بنفسه من أجلك أنت، وكانت برضو الموتى معذبة ليه هو. فبالتالي هنا، لأن الرسالة دي قوية جدا يا جماعة ومش لشخص واحد، فبالتالي هنا في رسائل متعددة من أرواح متصلة بيكم في الوقت ده. فبالتالي الحياة دي عايزة تكمل، الروح دي مش مرتاحة، الروح دي جاية تعرفك حاجات كتير، الروح دي جاية تتصل بيك، في روح هنا جاية تتصل بشخص يشبهه علشان يتزوج منك انت، وفي روح هنا جاية تعرفك مهمة لارتقاء الروح، ومهمة لانك تكون ام لنفسك او اب لنفسك. لازم انك تأخذ هذه الرسالة بعين الاعتبار، لازم انك تعرف معنى الحماية ومعنى المساعدة، لازم انك تعرف ان هي جاية تديك الرعاية اللي انت محروم منها. برضو الروح دي عايزة تعرفك معنى العلاقات الجديدة، معنى انك تخرج من وحدتك وتشوف ناس جديدة. برضو هنا في روح اتت لتتزوج منك، يعني واضح هنا ان الرسائل مختلفة من الحياة السابقة، ويوجد ارواح عديدة متصلة بكم، لان يوجد الاف من اللي بيسمعوا الفيديو، فواضح ان في رسائل كتيرة جدا من الارواح معاكم، والرسائل عليتها متناقضة، روح عايزة كده وروح عايزة كده. في بقى هنا روح عليا متصلة بالبعض منكم علشان تعرفكم، مهمة لك بتوصيل رسالة عليا لرفع وعي الانسان. واضح ان في منكم ليهم رسالة قوية او رسالة عليا بيعملوا بيها، بيحاولوا ان هم يقدوها في الفترة دي. ممكن انت بتدل ناس على طريق الصلاح والفلاح، ويمكن انت تكون شخص عندك مهمة كبيرة بالعلاج بالقرآن، او شخص من عمال النور او زوهري. المهم ان في هنا روح عليا بتبلغ رسالة بانك ليك مهمة، توصيل رسالة عليا، فانت لازم انك تمشي على الرسالة دي. كمان هنا الروح دي طلبة منك انك تملأ طاقتك، تشحن طاقتك مرة تانية، تحاول انك تسترخي وتشحن طاقتك مرة اخرى علشان تقدر تتصل بنا، ونقدر ان احنا نديك الشفاء وكمان نعطيك الاجابات الصحيحة على اسئلتك. لماذا اتصلت بك هذه الروح؟ لتعطيك المساعدة. لماذا اتصلت بك هذه الروح؟ اتصلت بيك واتت من العالم الاخر علشان تعرفك معنى الارتباط بالناس، ومعنى انك تاخد راحة البال، تاخد راحة البال بدل التشتت، تاخد الشفاء، تشفي نفسك وتشفي الاخرين. اتصلت بيك هذه الروح علشان تبلغك رسالة هامة، في انك لازم تتواصل بالله وتتصل به، وتحاول انك تعرف حقيقة ما كانت مخفية عليك. يعني هنا برضو في روح من المتصلة بكم عايزة تعرفك حقيقة ما مخفية عنك، او هتظهر قدامك حقيقة ما هتخليك انت الشخص اللي انت قدامك او عايز تعرف منه حقيقة، الشخص ده هيقولك الحقيقة منه لنفسه، او هتكشف لك هي شيء قدامك وانت تختار اذا كنت هتكمل او مش هتكمل. لماذا اتت هذه الروح؟ لتعلمك الصبر على المواقف.
عشان تخليك تبدأ بداية جديدة. في هنا روح برضو يا جماعة متصلة بيكم، أتت ليك من أجل الحب، الحب الغير مشروط، أتت ليك من أجل تكملة رسالة، رسالة عاطفية، بداية عاطفية، وكأن الشخص ده أتى ليك من العالم الآخر بسبب قلبه، يعني هو فقدك في العالم الآخر وحابب أنه يتواصل معك في هذا العالم، وكأن بينك وبينه عقد روحي، وكنتم متفقين على أنكم تتوعدوا أو تتقابلوا في كل العصور وكل الأعوام، يعني كمان مش عصر واحد، مش حياة واحدة، أنتم متفقين أنكم هتقابلوا بعض في كل حياة. إذا أتت هذه الروح في الوقت الخاطئ وإنت كنت مرتبط، فهذه الروح في الوقت الحالي تتعذب وتتألم ألم شديد، لأنها تعلم أنها مش هتحصل عليك في هذه الحياة، بل هتستنى لحياة أخرى وعصر آخر وزمن آخر علشان تكون معك. فهذه الروح في هذه الحياة تتألم. دي للبعض منكم يا جماعة، والبعض الآخر هي رسالة قوية لك بإنك تاخد الرسالة وتنفذها. كمان رسالة الروح لك بإنك تقترب من الله أكتر، ولا تنسى ذكر لا إله إلا الله. هذه رسالة واضحة من العالم الآخر من الروح بإنك لا تنسى ذكر لا إله إلا الله. أنا خلصت الرسالة حبايب قلبي، يا رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.